طبعا كلنا عارفين ان مصر عامله دور كبير جدا ومهم جدا في نشر طبعا فكر الوسطي المستنير للدين الاسلامي بمختلف اللغات. وزاره الاوقاف كان ليها دور كبير جدا وعامله مشروع مهم جدا لترجمه معاني القران الكريم. تعالوا نعرف يعني ايه معاني القران الكريم واهميه هذا المشروع من ضيفنا الدكتور محمد ابو ستيت مدير المكتب الاعلامي بوزاره الاوقاف على التليفون. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم، وحابين نعرف منك اهميه هذا المشروع، يعني البعض ممكن يقول ازاي مهم ان احنا نترجم القران الكريم للغات مختلفه ومعاني القران الكريم، اهميه هذا المشروع ايه يا فندم؟ بالتاكيد اسمحي لي ان انا اقول لحضرتك زي ما حضرتك وضحتي ان وزاره الاوقاف تطلع بدور بارز جدا في نشر الفكر الوسط المستنير سواء داخليا او خارجيا. داخليا وزاره الاوقاف بفضل الله تبارك وتعالى وخلال 7 سنوات ونصف اصدرت للعالم كله حوالي نحو 310 اصدار ما بين مؤلف ومترجم الى اللغات الاجنبيه المختلفه. هذه الإصدارات تتميز بالفكر الوسطي المستنير وبتقديم دعوة وسطية للعالم كله، وليست قاصرة على الفكر الديني فقط ولكنها أيضا تشمل الثقافة الإسلامية العامة الرشيدة، وليست قاصرة على فئة معينة من الناس بل تخاطب جميع الفئات، فئة الشباب، فئة الأطفال، فئة العلماء والمثقفين. إصدارات الأوقاف بفضل الله تبارك وتعالى منتشرة في كل مكان سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية المختلفة. من هذه الإصدارات ومن أهمها كتاب المنتخب. كتاب المنتخب تم ترجمته أو وضع سنة 1985 بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قام على وضع هذا المنتخب نخبة من كبار علماء التفسير في جامعة الأزهر والجامعات المصرية. تم ترجمته بفضل الله تبارك وتعالى إلى 12 لغة أجنبية، منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية وغيرها من اللغات. العام الماضي فعلا ترجمنا القرآن، ترجمنا معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية، وهذا العام ترجمناه إلى اللغة اليونانية وصدرت ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53. نعقب حاليا على ترجمته إلى لغة الهوسة وهي لغة مهمة جدا، أغلب العالم يتكلم بهذه اللغة. يترجم حاليا وإن شاء الله قريبا تصدر هذه الترجمة، كما تم عقد اجتماع بالامس. معالي وزير الاوقاف عقد اجتماع بالامس مع لجنه الترجمه الى اللغه العبريه لوضع التصور النهائي لهذه الترجمه والبدء في ترجمه معاني القران الكريم الى اللغه الارديه الى اللغه العبريه. طيب دكتور محمد، حضرتك اتكلمت طبعا عن كتاب المنتخب، وكتاب المنتخب هو يعني عبارة عن تفسير مختصرة وميسرة لمعاني القرآن الكريم. طب عايز أعرف من حضرتك يا فندم يعني عن اللجنة المكلفة إن كان بترجمة الآيات القرآنية أو ترجمة كتاب المنتخب، إن كانت اللجنة المكلفة عفوا بالترجمة أو حتى يعني التصليح أو إعادة النظر في هذه الترجمة، لأنه أحيانا بيكون في مصطلحات بتكون محتاجة بعض التدقيق أكتر. لا شك في هذا، زي ما حضرتك تفضلتي اللجنة التي تقوم بهذه الترجمة هي لجنة متخصصة في اللغة التي تترجم إليها سواء كانت اللغة الأردية أو اللغة اليونانية أو اللغة العبرية أو لغة الهوسة، لجنة متخصصة من جامعة الأزهر ومن الجامعات المصرية. أولا بيصل إليهم النسخة العربية من كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم. طبعا هذه النسخة تم مراجعتها أكثر من مرة، وفي كل مرة تطبع النسخة إلى اللغة العربية يتم مراجعتها والوقوف على التفسير ومعاني القرآن الكريم بما استجد من أمور. احنا وصلنا فيها إلى 37 حتى الآن، يعني طبع أكثر من 30 مرة.
كتاب المنتخب باللغة العربية، بتأتي آخر نسخة من النسخ المطبوعة ويتم وضعها أمام اللجنة التي ستقوم بالترجمة وتعكف على ترجمتها إلى اللغة المراد الترجمة إليها. طبعا حين إعادة طبع هذه النسخة، سواء إعادة طبع اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات، بتتم مراجعة المصطلحات وتتم الوقوف على أحدث المصطلحات في هذه اللغة وإعادة صياغتها مرة أخرى في نفس المعنى وفي نفس الفن. يعني يا فندم بيكون في بيتم الاستعانة بخبراء أجانب، أو بمعنى أصح خبراء يتحدثون تكون هذه لغتهم الأم أيا كانت اللغة، ولا كلهم مصريين؟ الاستعانة، اللجنة مشكلة من أساتذة جامعة الأزهر، يعني اللجنة في اللغة العبرية أو الترجمة إلى اللغة العبرية، الأستاذ الدكتور سعيد عطية مطاوع ده العميد السابق لكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ويعاونه أيضا عدد من أساتذة الجامعة في الترجمة إلى اللغة العبرية أو غيرها من اللغات. أيضا نستعين بمتخصصين من جامعة الأزهر ومن الجامعات المصرية كجامعة عين شمس أو جامعة القاهرة، من أهل التخصص ممن يتحدثون باللغة العربية ويتقنون اللغة المترجم إليها، سواء لغة عبرية أو لغة يونانية أو غيرها من اللغات الأجنبية. الحمد لله إحنا عندنا في مصر أساتذة متخصصين في جميع اللغات في كليات الترجمة. احنا متأكدين يا فندم، لكن هو الفكرة انه حتى باللغة العربية القرآن الكريم عفوا ممكن يبقى احنا حتى لينا المتحدثين بالعربية بعض التفاسير بتكون صعبة علينا، محتاجين متخصصين. فاحنا سؤالي لحضرتك، انا متأكدة ان هم أساتذة، لكن هل بيكون في اختبارات معينة بتقوموا بيها؟ بالتأكيد بيتم عرض الأمر على مجموعة من الناس أو من المتخصصين في هذه اللغة أيضا من مصر، يعني سواء بعد انتهاء الترجمة بيتم مراجعتها من متخصصين من مصر غير اللجنة المشكلة لمراجعتها. طيب دكتور محمد، حضرتك قبل قليل تحدثت انه احنا عندنا 310 اصدار بلغات مختلفه، عايز اعرف من حضرتك يا فندم مردود هذه الاصدارات، يعني لاي مدى قدرنا نوصل للخارج، ولاي مدى قدرنا نوصل لجنسيات مختلفه، وازاي يعني تم التواصل او تم التعامل او يعني الانطباعات عن هذه الاصدارات ايه يا فندم؟ المردود اللي جالنا من الخارج ايه؟ بفضل الله تبارك وتعالى احنا لا يمر شهر على وزارة الأوقاف إلا وتخرج للعالم الإسلامي فكرا جديدا وكتابا جديدا. الحمد لله منذ أيام أو منذ يومين أعلن معالي وزير الأوقاف عن كتاب عقد المواطنة، وهو ثمرة من ثمرات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي اختتم أعماله يوم 13 فبراير الماضي بالقاهرة بحضور أكثر من 100 عالم من 50 دولة على مستوى العالم. خلالها جلسات هذا المؤتمر أغلب المشاركين في هذا المؤتمر أشادوا بإصدارات وزارة الأوقاف، ولعلم حضرتك هم من دول أجنبية مختلفة، بعضهم يتحدث العربية وبعضهم لا يتحدث العربية، وصلت إليهم إصدارات الأوقاف إما عن طريق الإهداء عن طريق السفارات المصرية في مختلف دول العالم أو عن طريق منافذ البيع بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتم إرسالها إليهم عن طريق السفارات أيضا بالتنسيق مع وزارة الخارجية. بفضل الله تبارك وتعالى تم إرسال أكثر من 200 ألف كتاب إلى مختلف دول العالم من إصداراتنا الأجنبية. إحنا بالتعاون مع وزارة الثقافة ترجمنا الإصدارات العربية في سلسلة رؤية المترجمة باللغة الإنجليزية، أصبح في حقيبة تتكون من 10 كتب مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وحقيبة من 10 كتب مترجمة إلى اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى الإصدار الأول مجموعة مكونة من 20 كتابا في سلسلة رؤية للفكر المستنير باللغة العربية، والإصدار الثاني من سلسلة رؤية 15 كتابا باللغة العربية في الفكر المستنير أيضا. هذه الكتب وهذه المجموعات يتم شحنها بمجرد إصدارها وبمجرد أخذ الموافقة عليها من وزارة الخارجية إلى سفاراتنا في مختلف دول العالم.
بفضل الله تبارك وتعالى يتم توزيعها على الراغبين في الاطلاع على هذه الكتب في الدول الأجنبية وأيضا على مراسلي وكالات الأنباء في مصر أيضا. دكتور محمد، يعني في الحقيقة مجهودات كبيرة قوي بتقوم بيها وزارة الأوقاف المصرية ودور ريادي في ترجمة اللغة عامة العربية في القرآن الكريم للغات تانية، في إصدارات أكتر من 12 لغة تمت الترجمة ليها، سواء حتى كتاب المنتخب اللي بيحرص على ترجمة التفاسير بشكل مبسط وبتقوموا بإهدائها لهذه الدول سواء عن طريق السفارات أو حتى طرحها على الموقع الرسمي للوزارة. احنا بنشكركم على هذه المجهودات الكبيرة. كل الشكر الدكتور محمد أبو ستيت مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف.